اليوم اللقاء نتاعنا معناتها كان على شوطين. الشوط الاول كان بصراحه الفريق الرجاء كان احسن منا، افضل منا، كان ينجم ياخذ حتى النتيجه اكثر. والشوط الثاني نحن غيرنا تكتيكيا، حاولنا باش ناخذوا معناتها نصلحوا الاخطاء نتاع التمركز نتاعنا في الشوط الاول، خذيناه دونك التعادل عادل. معناتها هما كانوا عندهم شوط الاول، نحن كان عندنا شوط ثاني، نتيجه عادله. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه نعرفوا اللي معناتها الرجاء يبقى ديما فريق كبير وعندهم امكانيات كبيره، عنده لاعبين باهين، والماس زاد داخل في ديناميك باهيه، في ديناميك نتاع ديما فما اللاعب وفما الجرينتا وفما التكتيك موجود، كيفاش اللاعب يتاقلم مع اللاعب، كيفاش يحاول باش يرجع في النتيجه حتى كان ماهوش معناتها ما وصلش معناتها هدف من الاول ولا سجل من الاول. هذه المره الثانيه، المره الاولى مع طنجة كنا منهزمين ورجعنا في الشوط الاول باهي، ذاك علاش في الشوط الثاني كنا نجم نفوز وفزنا. المرة هذه رجعنا في اللقاء في الآخر، كان جا عندنا شوية أكثر وقت ممكن كنا نجموا زادا نحيوا ثلاثة نقاط نتاعنا بعد الورقة الحمراء اللي عند الرجاء. شوف أنا كيما قلت لك راهو فريق الرجاء فريق كبير وعنده زاد بشري مش كبير، دونك ينقص أربعة لخمسة لاعبين، هاك شفته ما كانش واضح الواحد معناتها النقص، كان فايز في الشوط الأول وكان فايز حتى لآخر اللقاء، دونك معناتها هذا دليل لكونه معناتها ما كانش كما نقولوا نحن فما مشكل في الواحد. بالنسبه لي انا نقول للفرق الكبيره اللي تلعب على الالقاب وتلعب على ثلاثه ولا اربع واجهات ولا زوج واجهات كما الكاس الافريقيه ولا كما معناتها البطوله المغربيه، لازم يكون عنده زياده نتاع 20 لاعب على الاقل باش نجموا يدور الافكتيف. دونك انا ما نخممش كما تخمم انت، نقول انا ديما الرجاء يبقى فريق كبير واسم كبير وعنده لاعبين اللي يستحق باش يكون موجود في الرجاء، دونك ماهوش لاعب عادي، لازم كل لاعب عنده المستوى نتاع الرجاء. هذاك علاش نقول لقاء اليوم كان لقاء عادل بيناتنا، هما لعبوا شوط اول نحن لعبنا شوط ثاني وكان تعادل عادل.